لأول مرة في مصر والوطن العربي، القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع رياض عصام يوسف. جبنا في الاستوديو أولادنا قادرون باختلاف ومشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثاني من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة قادرون باختلاف حتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب2000 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 10,120,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. نشكر وزارة التضامن الاجتماعي على دعمها المستمر لملف قادرون باختلاف وحرصهم الدائم على دمج ذوي الهمم خلال المبادرات والأنشطة المختلفة. نحيي كلنا وزارة التضامن الاجتماعي. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الثالثة واللي بتضم فريق الهنود الحمر في صدارة المجموعة بست نقاط و335 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق بيكاسو بست نقاط و295 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق الهكسوس مفيش نقاط و255 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق العراب مفيش نقاط و235 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو للأسف الشديد ودعوا البطولة، ولكن أكيد الفريق استمتع بالتجربة. فريق هيوحشنا كتير. نحيي كلها فريق الهكسوس. على الرغم ان احنا للاسف ما حالفناش الحظ الموسم ده، ولكن انا مبسوط جدا ان احنا خدنا التجربه، اتعرفت على ناس كتير جدا وخدت تجربه جميله جدا وخدت خبره، وان شاء الله استفاد بيها الموسم الجاي. جايين النهارده ومصرين على المكسب عشان نحسن وضعنا في المجموعه ونحصل على 3 نقط ان شاء الله. انا مبسوطه جدا باداء فريقي حتى لو ما حالفناش الحظ وصعدنا لدور 8. انا مبسوط من مشاركتي الموسم الثاني للعباقرة قادرون باختلاف، وان شاء الله الموسم القادم اكون اكثر استعدادا باذن الله. انا جاي النهارده الماتش واستعد للفوز. الهكسوس حمد لله على السلامه. الله يسلمك. جامد قوي اسم الهكسوس ده. بس ما كانش جامد في البطوله. انت ودعت البطوله ولكن هنفتقدكم. والله تجربه حلوه، تجربه. انتوا قضيتوا معانا حلقتين حلوين وفي حلقه النهارده كمان حقيقي، فكان مشوار حلو جدا مبسوط بيه جدا. استفدت بايه؟ خدت خبرة، فكرة أصلا تجربة الكاميرا نفسها، فكرة الاستوديو، فكرة إن إحنا نقعد نذاكر. حتى أنا أصلا يعني ماشي إحنا عندنا ثقافة ومش عارف إيه، بس قصة إن أنا أبدأ أذاكر للعباقرة لا، دي حاجة تانية خالص. الشيماء عاملة فايل شفته قبل ما نبتدي، فايل كامل. والله أنا كل ما بلاقي معلومات وكده أكتبها أو أي حاجة أذاكرها أكتبها على طول بكتابة البرايل. طبعا أنا أتوقع إن أنت هتشاركيه مع أصحابك. انا بحب اعمل اي حاجه ادي اشارك بها كل اللي نعرف. خلينا نشوف الفايل مع محمد جمال. الفايل ده بص عامل ازاي يعني؟ فايل مليان حاجات كتيره جدا، واللي عجبني جدا ان هو بطريقه برايل، وطلبت فعلا منها ان احنا نشاركه مع كل الناس اللي بتعاني من الاعاقه البصريه. تقريبا كم سؤال عندك فكره؟ حوالي 700 سؤال. 700 سؤال. خد منك وقت قد ايه يا شيماء؟ ممكن تقريبا 5 ايام كتابه بس. 5 ايام كتابه بس. بس ده مجهود غير عادي، خدت في ساعات يعني ورا بعض متواصله وكده.
لو 700 سؤال يبقى احنا ممكن نحول كل اسئله العباقره لبرايل. يا ريت، انا اتمنى والله اتمنى ذلك، حتى مثلا لو كانت سوفت احنا وأنا تقريبا ممكن أساعد. اعتقد ان احنا وصلنا لحوالي 40,000 سؤال. انا ممكن اساعد عادي في الموضوع ده، ان حتى لو مثلا عندي ملفات في كتب عايز تكتب وورد، انا بعرف اكتب وورد، ان انا برضو بدرب كمبيوتر مايكروسوفت. بصي ده هيبقى مشروع مهم لقادرون باختلاف. ريت والله. خلينا نتكلم في تفاصيله ونشوف ازاي نقدر ننفذه، لان احنا هنساعد ناس كتير ان شاء الله يا رب. انت عارفة ان احنا ممكن نكون اول موسوعة بكتابة برايل في الوطن العربي؟ انا معرفش في العالم ولا لا، بس انا على حسب معلوماتي ان مفيش في الوطن العربي موسوعة مكتوبة برايل. لا ما شفتش، يعني شفت اللي انا يعني حاجات، يعني حاجات قليلة جدا لو حد كتب معلومات عامة. بصي خلاص، مجالات بسيطة. خلاص احنا هنشتغل على المشروع ده سوا. انا موافقه. انا بحب اخد قرارات سريعه كده لما بلاقي فيها طاقه والاقي فيها فكر والاقي فيها مساعده للناس. بالعكس، تعالي نشوف اليه تنفيذ المشروع ده. تمام. ناخد كل اسئله العباقره، نقعد نفكر وندرس ازاي نقسمها ونحولها الى انسايكلوبيديا موسوعه، وتبقى موسوعه فريده من نوعها. يا ريت والله. تسلم ربنا يخليك حبيبي. شكرا. انت اللي الهمتيني بالفكره. اشكرك. احمد ابو حسين، ازيك يا احمد؟ ازي حضرتك يا مستر؟ قول لي، هيوحشك الاستوديو جدا والله. انا متحمس جدا ان شاء الله للموسم الجاي من دلوقتي، وكلمت مستر محمد على كده واكدت معاه ان شاء الله ان احنا نشترك اصحاب مع بعض. محمد جمال عايز يقول حاجه، اتفضل. هو يا محمد. احمد ابو حسين الحقيقه من الناس المجتهده جدا جدا يعني، وما اظنش ان هو هيقف على الموسم ده. اكيد هو لو ما شاركناش اصحاب اكيد هو هيجي تاني قادرون باختلاف، واتمنى ان شاء الله الحظ يحالفه النهارده ويقدر يجمع اكبر قدر من النقط ويقدر يلعب كمان على افضل لاعب. هو افضل لاعب في فريق الماتش اللي فات، جاب 50 نقطه. نحيي كلنا. حقيقي. علاء عبد القوي حبيبي، ازيك علاء؟ ربكم بخير وفي افضل حاله. كله كويس الحمد لله. تمام. هيوحشك الاستوديو اكيد. هيوحشني الاستوديو. اخبار شغلك ايه؟ شغال 5%، باخد مرتب وانا قاعد في البيت. بس طبعا الحاجات بقى اللي قلت حرك عليها في اول حلقه هي المتطلبات الوحيده بقى. انت كنت عايز اورج؟ اه. بوعدك برج وباذن الله ده موضوع بسيط ان شاء الله نقدر نحققه لك. ماشي. والسنه الجايه يبقى معاك الاورج وتعزف لنا باذن الله. اتفقنا؟ ماشي. ريم اشرف هتتواصل معاك علشان نرتب الموضوع ده. ماشي. عبد الله، ازيك عبد الله؟ الحمد لله يا مستر. عامل ايه؟ كويس. هتوحشنا والله العظيم. يعني رغم ان انا هسيب الاستوديو ورغم ان احنا طلعنا، لكن بقول ايه؟ يعني ان الله معنا ولا تخاف ولكن لا تحزنوا. يعني انا رب كل يا فيلسوف قوي. يعني ضعنا اجابه. مش كبرت الموضوع شويه؟ اصل تبع فريق الهكسوس، فهمت؟ دخل تحارب. دخل حرب عظيم. اللي قلت بص يا اخي كده من الاخر، هي نقطه، هي نقطه يعني. وان ينصركم الله فلا غالب لكم. ان شاء الله العجلات الحربيه تاخد مكانها صحيح النهارده. بتقول ايه علاء؟ بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله العجلات الحربيه هتاخد مكانها صحيح النهارده باذن الله. احنا بنتعلم من الخساره اكتر من مكسب. الرسته بتاعتي يعني رغم كده يعني بشكر الفريق طبعا، يعني انا دخلت معاهم وخصوصا مستر محمد جمال. ادي الروح الحلوه بصراحه كده، وبحييك طبعا يعني. تحيه وفريق الهكسوس. اما الفريق تاني واللي مشرفنا في الاستوديو، الحظ لم يكن حليفه، اتهزم في ماتشين واكيد نفسهم يرجعوا من الموسم بثلاث نقاط. نحيي كلها فريق العراب. أنا شاركت في الموسم الأول والثاني العباقرة قادرون باختلاف، وطبعا ما فيش حد بيخسر في البرنامج، لكن المكسب الحقيقي هو تكوين صداقات جديدة من أبطال قادرون باختلاف. إحنا ما عندناش حظوظ للتأهل للأدوار الثانية، لكن أملي إن أنا أقدم حلقة قوية أسعد بيها المشاهدين. الماتش اللي فات كان بالنسبة لنا مصيري، كان لازم نفوز عشان نحافظ على فرصة التأهل، بس ربنا ما وفقناش. التوتر كان باين علينا في بعض فترات المباراة. بغض النظر عن النتيجة، أنا فخور جدا بأداء فريقي وإن شاء الله ربنا يوفقنا الموسم القادم. انا مبسوطه باول مشاركه ليا في برنامج العباقره النهارده. احنا يمكن ما تاهلناش، بس ده يخلينا نلعب من غير ضغط نفسي ويكون في تركيز كبير.
طبعا انا مبسوطه جدا بمشاركتي في العباقره قادرون باختلاف الموسم الثاني. انا شايفه ان فريق العراف فريق متميز وفعلا اداء كويس جدا بالرغم ما حلفناش الحظ. العراب الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مستر. للأسف الشديد أنتوا كمان ودعتوا البطولة، ولكن أنا في رأيي إن الحظ ما كانش حليفكم، ده رأيي الشخصي. كنت متوقع من فريق العراب أداء أقوى من كده، لأن أنتوا عندكم خبرات، أحمد ومؤمن عندكم خبرات. يعني هو الحظ زي ما حضرتك قلت، ومش حظ بس، هو أكيد طبعا إحنا عندنا أخطاء، يعني ما ينفعش أرمي الموضوع كله على الحظ. فان شاء الله يعني الموسم المواسم اللي جايه هم بصراحه، يعني خليني برضه اخد من كلام حضرتك واشكرهم واحد واحد، هم بذلوا مجهود كبير جدا. وخليني تحديدا كمان استاذه مفين، يعني اكتر حد فينا بذلت مجهود جبار، فانا بشكرها بجد على المجهود اللي هي بذلته. ان شاء الله يعني المواسم اللي جايه يكون ليها فرصه افضل، وربنا يوفقنا كلنا باذن الله. باذن الله هنفتقدكم فريق العراب. نيفين ازيك يا مفين؟ ازيك يا مستر؟ انا كويس الحمد لله. احكي لي كنت عايزه تقولي ايه؟ قلتي لي انا عايزه اقول حاجه لما نبتدي، عايزه تقولي ايه؟ عايزه اوجه رساله للامهات. انا بشتغل في تاهيل البنات الكفيفات للعمل المنزلي. في ناس بتتخيل ان هي بدم مش بتشوف، يبقى البنت ما ينفعش تقف على بوتاجاز، ما ينفعش تحط الصينيه في الفرن، ما ينفعش تكنس، زي هتنضف البيت وهي مش شايفه، زي تلبس او تعمل ميك اب او تعمل شعرها، كل الحاجات دي. عايزه اقول للامهات ما تخلوش عندكم سقف للطموح. يعني شوفوا مثلا كل ام عارفه امتى بتعلم ولادها المشي، امتى بتعلمهم يلبسوا لوحده، امتى بتعلمهم يغسلوا وشهم. ففي نفس الوقت اللي بتعلمي ولادك العاديين يعملوا حاجه، علمي ولادك المكفوفين سواء ولاد او بنات يعملوا نفس الحاجه. لان احنا دلوقتي في زمن مختلف يا مستر. قبل كده كانت التيتا والجدو والخالتي وكل ده كان بيبقى في بيت واحد، دلوقتي الدنيا اختلفت، الناس كلها بتخرج للعمل. لو انا ما قدرتش اخلي الشخص الكفيف ده يبقى معتمد على نفسه بنسبه 1000%، يبقى انا كده يعني قدام ربنا قصرت في حقه. انا بقالي 20 سنه عايشه لوحدي في بيت لوحدي، وبقيت دلوقتي في المدينه لوحدي لان أهلي كلهم جم القاهرة، أنا قاعدة في المحلة لوحدي، بجيد كل الأعمال المنزلية وبعلمها كمان عن بعد. رسالتك وصلت يا مفين، بشكرك، شكرا. بشكر البرنامج، بشكر حضرتك إنك ادتني الفرصة دي. العفو على إيه؟ مريم عمر، أول مشاركة، تم استدعائك. إزيك يا مريم؟ إزي حضرتك؟ مريم عايزة تبقي دكتورة في الجامعة، كلميني عن حلمك. يعني ان شاء الله هبقى رئيسة قسم الاعلام التربوي في كلية التربية النوعية جامعة القاهرة باذن الله. عندك احلام تانية؟ بص، هو انا بحب مجال الرياضة قوي، وان شاء الله يعني ناوية برضو ان انا ادرس حاجات ليها علاقة بالادارة في الرياضة يعني وكده، واشتغل في نادي الاهلي برضو. بص يا مفين، بتطبق كل اللي انت قلتيه، ما عندهاش سقف للطموحات. اتمنى لك كل التوفيق يا مريم. ميرسي، شكرا. احمد عبد الحكم هتوحشنا. حاجه وحشنا اكتر يا دكتور والله. يا باشمهندس احمد، اخبار الاتصالات ايه؟ قول لي. الحمد لله كويسين، شغال الحمد لله. اداره اللاسلكي في شركه موتورولا، احكي لي عن طبيعه شغلك. والله انا طبيعه شغلي، انا كنت الاول، اول ما دخلت المجال انا حابب اصلا اشتغل في المجال الاتصالات، واتخرجت من جامعه القاهره قسم اتصالات وحابب القسم قوي. واول ما دخلت المجال كانوا يعني مش حاسين انا ممكن انتج فيه او اكون حاجه من الناس الشاطره او الناس اللي كده يعني. فاما دخلت في البدايه كنت حاسس ان هم هيجنبوني شويه، او هيقولوا ان انا مش هقدر انجح او كده، مش جاهز. بس انا يعني اثبتت نفسي في المجال، وبقيت من الناس اللي يعني منتجه والشاطره في المجال الحمد لله. ويعني اتمنى ان كل غيري يبقى برضو يدوس على نفسه ويجتهد ويوصل لنجاح اكتر. هايل. احمد عبد الحكم، هنشوفك تاني ان شاء الله. انا حابب اكمل، وحاجه جميله، واجواء الاستوديو دوت، واتعرف على زملاء جداد وناس جميله، وحاجه جميله بصراحه ان انا بتعلم وبذاكر دي. ويا رب البرنامج ده يبقى قدرنا باختلاف. مش انت بس بتذاكر، ده انا كمان بذاكر. يعني نفسنا يكون وطن عربي. انت فاكر ان انا هعرف اقدم البرنامج ده من غير ما اذاكر؟
لا طبعا لا طبعا. نروح بقى للدكتور اللي المذاكره واخده كل وقته، عمرو عصام. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا مستر؟ ابن مدرسه يوسف عطوان. ازيك يا عمرو؟ ازي حضرتك يا مستر؟ اخبار طب ايه؟ احكي لي. والله يعني انا ابسط مثال، انا الحلقه اللي فاتت ما قدرتش اكون متواجد بسبب ان كان في امتحان وقتها، وحاليا انا عندي امتحان يعتبر بعد بكره، بس انا يعني ايه اللي هو زوخت شوية بالظبط، يعني اللي هو هروح وارجع في نفس اليوم عشان ألحق أن أنا أكمل مذاكرة. الموضوع عندنا تقيل، بس يعني بص، انت هترجع الزقازيق بالظبط، تقعد تذاكر رايح وتذاكر راجع. أذاكر راجع بالظبط. والله ربنا يوفقك يا عمرو. ربنا يخلي حضرتك يا مستر. هو بس أنا حابب أشكر الفريق واحد واحد، لأن هم بذلوا مجهود كبير، أنا كنت حاضر جزء منه، ما قدرتش أكون حاضر المجهود اللي هم بيعملوه، وكمان أن أنا مشارك كمدير فني للموسم الثاني، استفدت من التجربة، لقيت شغف ومكان جديد اهتميت بيه وعجبني، لقيت مسابقة معمولة على مستوى جامعات مصر في المبادرات لذوي الهمم شاركت فيها، والحمد لله عملت أبليكيشن اسمه مرافق. الأبليكيشن ده كسبت بيه مركز أول على مستوى الجمهورية، وتعينت سفيراً للنوايا الحسنة بالجامعات المصرية السنة دي. ما شاء الله. لقيت نفسي أنا بحب أساعد، ولقيت نفسي أقدر عن طريق برنامج زي العباقرة قادرون باختلاف، وراني جزء أنا أقدر أساعد فيه وحب أن أنا أدوس فيه شوية. عمر مهتم جدا بالعمل المجتمعي بالظبط يعني، والحمد لله يعني مش أنت بس، ناس كتير من ولادنا مهتمين بالعمل المجتمعي الحمد لله، واللي أنتوا بتعملوه ده هو اللي هيوقف بلدنا على رجلها إن شاء الله. الشغل اللي أنت بتعمله، الشغل اللي أنا بعمله، الشغل اللي الرحمة بتعمله، هي كده. أشكرك يا عمرو وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا حضرتك. نروح بقى لوردة العباقرة. وردة العباقرة ازاي؟ الحمد لله. انت نسيتي ولا ايه؟ لا مش ناسية. مش انت وردة العباقرة؟ ايوه طبعا. الموسم الاول كنت مسافرة، والموسم الثاني بقيتي وردة العباقرة. دي احلى حاجة حصلت لي بجد. رحمة خالد، كلنا بنحبك ونحيا كلنا. وردة العباقرة. العباقرة قادرون باختلاف، خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي المدرسة الفائزة بالمركز الأول في الموسم التاسع من برنامج العباقرة؟ مؤمن مصطفى. سنباط الغربية. مدرسة سنباط الغربية 780 نقطة في خمس ماتشات. مؤمن مصطفى، إجابة صحيحة. كسبوا في النهائي مدرسة الإقبال الرسمية 145-130. لازم نعرف مين أبطال العباقرة. مؤمن، من حقك تختار مين اللي بتبتدي أول. الهكسوس إن شاء الله. الهكسوس. وقبل ما نبتدي عايزين نحيي مدرسة سنباط الغربية. الهكسوس جاهزين؟ يا الله. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم خمس مجالات: جغرافيا، تاريخ، 50-50، أدب، وعلوم. الهكسوس إمتى شكر؟ مع عبد الله إن شاء الله. مع عبد الله، تمام. جغرافيا. والسؤال هو: يقع ممر أري جورج بإحدى دول وسط أوروبا، فما هي؟ طول ممر 1400 متر. نشأ نتيجة لعوامل التعرية من آلاف السنين بسبب ذوبان الأنهار الجليدية. مناظر وعجائب طبيعية قمة في الجمال، بلد مشهورة بجمال الطبيعة. مصطفى، إجابتك. بولندا. هي بولندا في وسط أوروبا، ما اقدرش ألومك، ولكن أنا قلت جملة تخليك تروح هناك مباشرة. إجابة خاطئة. مين اللي هجاوب؟ نيفين. سويسرا. طبعاً جمال الطبيعة يبقى سويسرا. إجابة صحيحة. أشهر ممر في سويسرا. سويسرا مشهورة بجمال الطبيعة. نيفين،
خطفت 10 نقط، العراب 10، وعندكم سؤال في جغرافيا. جغرافيا والسؤال: في أي دولة يقع البركان النشط شيفلوتش؟ ارتفاعه 3280 متر. آخر ثوران للبركان كان 2023، قذف عمود من الدخان وصل ارتفاعه 20 كيلومتر، غطى السماء بالرماد. مؤمن؟ اليابان. إجابة خاطئة. مصطفى؟ هجرب أخم. الصين. مصطفى؟ إجابة خاطئة. أربع اختيارات زائد 10 وناقص 5. أمريكا، روسيا، تركيا، المكسيك. مؤمن؟ روسيا. ما أنا عمال أدوس. أحمد أبو حسين، كانت دي إجابتك الأولى؟ روسيا. روسيا إجابة صحيحة. روسيا الإجابة صحيحة. 20 نقطة، العراب 20، الإكسوس مفيش نقاط. وسؤال في التاريخ، تاريخ والسؤال: بدأت معارك تارين بإحدى الدول الآسيوية عام 1191، فما هي؟ اتهزم المسلمين في معركة تارين الأولى، وبعدين انتصروا بعدها بسنة في معركة تارين الثانية بقيادة معز الدين الغوري. ثانية. أحمد أبو حسين. في إيران. إيران طبعاً إجابة خاطئة. أدت لسيطرة المسلمين على شمال الدولة دي دولة إيه يا مؤمن؟ الهند. الهند. لا، ورحمة موافقة ومبسوطة. مش هبص يا رحمة. إجابة صحيحة، هي الهند فعلاً. رب عليك يا مؤمن. العراب 30. وسؤال في التاريخ، تاريخ والسؤال: عدن عبد الله عثمان هو أول رئيس لإحدى دول القرن الإفريقي، فما هي؟ أو آدم عبد الله عثمان حكم من يوليو 1960 حتى يونيو 1967. مؤمن إجابتك؟ جيبوتي. لا، مش جيبوتي. إجابة خاطئة. بعد استقلالها عن بريطانيا وإيطاليا. إجابتك يا أحمد؟ إثيوبيا. أحمد أبو حسين طبعاً إجابة خاطئة. خلينا نشوف الأربع اختيارات: ليبيا، إريتريا، جزر القمر، الصومال. مريم عمر. ليبيا. ليبيا في القرن الإفريقي يا مريم. مريم ناقص 5 نقط، إجابة خاطئة. الصومال. الصومال طبعا. الصومال. 25 العراب، مفيش نقط. الهكسوس عبد الله ورحمة، رحمة وعبد الله. دلوقتي أول سؤال 50-50 لعبد الله، ندوس على البازر. 50-50 والسؤال هو: ما هي عاصمة دولة السنغال؟ داكار يا سيد الرواق. اللهم بلغت، اللهم فشل. بحبها منك جدا يا سيد الروائي دي. عبد الله 20 نقطة، إجابة صحيحة. مساحتها حوالي 83 كيلومتر مربع، وتأسست سنة 1857. أول 20 نقطة من عبد الله. الإكسوس 20، العراب 25، رحمة خالد، الجوكر. دوس على البصر. 50-50
والسؤال هو في أي دولة آسيوية تقع مدينة هيروشيما؟ اليابان. اليابان يا رحمة، إجابة صحيحة، برافو عليك. فعلاً اليابان أول مدينة في العالم يترمي عليها قنبلة ذرية في الحرب العالمية الثانية، نتيجة 45 العراب، الهكسوس 20. الهكسوس أدب وسؤال. من هي الشاعرة الإنجليزية مؤلفة رواية أجنس جراي؟ اتنشرت 1847. مستعجلة ليه؟ اعتمدت في الرواية على كتير من تجاربها الشخصية علشان تعبر عن المربيات اللي عانوا من المعاملة السيئة بسبب طبيعة شغلهم. تخمين أجازة كريستي؟ 1847 أجازة كريستي طبعاً. إجابة خاطئة. جي كي رولينج. دي أصعب من أجابة كريستي. أحمد عبد الحكم. إجابة خاطئة. خليك أنت في الاتصالات، مالك أنت مال الأدب. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: أن تايلر، أميلي برونتي، أن برونتي، هاريت كينج. يا سلام، بتاخدي الريسك. يعني إيه بقى ينفين إن شاء الله؟ أن برونتي. لا مش ممكن. إجابة صحيحة. جاوبتيها إزاي دي؟ أنا عايز أعرف جاوبتيها إزاي؟ أنا قلت أكيد هتروح على إيميلي برونتي. لا، إيميلي مش شاعرة، إيميلي أديبة. برافو عليكي. 55 العراب، 20 الهكسوس. العراب أدب وسؤال. رواية التدوينة الأخيرة هي لكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ نشرت 2014، رواية فانتازيا بتدور أحداثها في جنة خيالية وبتسقط من خلالها على الواقع واستغلال الدين والسياسة في تخدير الناس. مؤمن مصطفى. إجابتك. محمد المنسي قنديل. محمد المنسي قنديل طبعاً. إجابة خاطئة. هو اللي ألف أمطار صيفية وورثت آل الشيخ. ساعدتكوا على قد ما أقدر، فاضل لأقول لكم اسمه. في إجابة ولا فيش إجابة؟ مش فاكرة. ما فيش إجابة. أربع اختيارات زائد 10 أو ناقص 5: هشام الخشن، أحمد الكرملاوي، أحمد الصادق، أحمد عبد اللطيف. والله أنا مستمتع بالريسك أوي يا مفين، عجبني جدا. أنا مش عارف بقى هتروحي فين المرة دي. الكرملاوي. الكرملاوي؟ آه. اشمعنى الكرملاوي؟ معرفش، يا جت كده. حكش عليك يا مستر. إحساسك عالي أوي. إجابة صحيحة. أحمد الكرملاوي، إحساسك عالي بجد، مش ممكن، مكشوف عنها الحجاب. 65 العراب، 20 الهكسوس. الهكسوس علوم وسؤال. حصل العالم الألماني فريتز هابر على جائزة نوبل في الكيمياء لمساهمته في تصنيع أحد الغازات المركبة، فما هو؟ حصل على نوبل 1918 بسبب عمله الناجح في تثبيت النيتروجين، بقول غاز مركب. ثانية. ساهم في عملية هابر بوش لتخليق الغاز المركب ده. البوزيترون. إجابة خاطئة. محمد جمال عنده الإجابة. إيه دي مشكلة؟ في إجابة؟ كان مشهور بإشرافه على برنامج الغازات السامة خلال الحرب العالمية الأولى. الميثان.
عمرو عصام كان نفسه الاجابه تطلع صح. احمد عبد الحكم اجابه خاطئه. عمرو عصام اقعد ساكت خالص. انذار للمدير الفني. طب بصوا بقى هساعدكم. الغاز المركب ده من الهيدروجين والنيتروجين. الاختيارات الامونيا، الفوسفين، البوران. احمد ابو حسين. الامونيا او النشادر. الحمد لله على السلامه يا ابو حسين. الحمد لله على السلامه. الله اكبر والعزه للعرب. اجابه صحيحه الحمد لله يا رب. الف 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 مبروك للاكسوس. 30 الاكسوس، 65 العراب. علوم والسؤال هو: تتكون الصيغه الكيميائيه لحجر القمر من البوتاسيوم وسيليكات احد المعادن، فما هو؟ ارتبط ايه فين؟ اسمع مني معلومه. مغنيسيوم. المغنيسيوم. استعجلتي، اجابه خاطئه. ارتبط عند اليونانيين والرومانيين قديما بانه بيرمز لإلهة القمر ديانا، واعتبروه حجر مقدس، وهو اصلا من الاحجار الكريمه. احمد ابو حسين خد، يعني انا كل مره علاء عايز يدوس على البصر. ما انا مش عارف، ما انا مستحيل. انت دايس على البصر، يعني علاء يعمل ايه؟ طيب مصلحنا هنخمن، انا هو هنخمن، مفيش غير كده. خلينا نشوف تخمينتك، ولما نشوف تخمينته اجابتك. البوتاسيوم. البوتاسيوم. نفس تخمينتك يا علاء؟ لا ما تقولش تخمينتك ايه. اجابه خاطئه. ليه فوائد علاجيه. اربع اختيارات: بزائد 10 او ناقص 5. المنجنيز، الالومنيوم، الذهب، الكروم. الصيغه الكيميائيه بتاعته مش هقولها لك يا مصطفى. ليه؟ قولها بس. ليه؟ لا تستعجلت. اجابتك منجنيز ان شاء الله. علاء عبد الاوي كنت عايزه ليه؟ لا انا كنت اقول منجنيز برضو. اهو كروم. كروم. اه احمد عبد الحكم كروم. اجابه غلط. والمنجنيز يا مصطفى برافو عليك. ايه ده بجد؟ اجابه خاطئه. ايه ده غلط برضو؟ ما وقفتش خلاص. الصيغه الكيميائيه كي اي ال اس اي 3 او 8 الالومنيوم. النتيجه في نهايه الفقره: الهكسوس 25، العراب 65. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانيه مع فقره المعرفه والعباقره. يبقى اصحابنا العباقره قادرون باختلاف جمعوا 90 نقطه في فقره العلم، وكل نقطه ب 2000 جنيه بما يساوي 180,000 جنيه في خزنه البنك الاهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثاني، مباراة دمها خفيف جدا، وهفكركم بالنتيجة: العراب 65، الاكسوس 25. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. هنعتمد على السرعة يا علاء، لأن يا علاء احمد ابو حسين بيخطف منك البصر. لا ما انا قلت له اهو ما تتبانيش. معلومات عامه والسؤال هو: تم اعتماد اليوم العالمي للشعر من قبل احدى المنظمات العالميه عام 1999، فما هي؟ تم اعتماده في الدوره 30 اللي عقدت في باريس 21 مارس من كل عام. مؤمن مصطفى اجابتك. اليونسكو. اليونسكو يا مؤمن. اجابه صحيحه. من اهدافه
دعم التنوع اللغوي من خلال الشعر والحفاظ على بعض اللغات من الاختفاء. 75 العراب، 25 الهكسوس. رياضة، والسؤال هو من هي أول عربية وإفريقية تتأهل لنهائي الفردي في بطولة ويمبلدون للتنس عام 2022؟ أنس جابر. طبعاً إجابة صحيحة، البطلة التونسية العظيمة وصلت للتصنيف الثاني العالمي. هي الحقيقة خسرت 2-1 في النهائي، ولكن كسبت 1,200,000 يورو قيمة المركز الثاني في ويمبلدون. مستنيينها تكسب ويمبلدون وكل بطولات الرولان جاروس وأستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة. نحيي كلنا أنس جابر، مستنيين منها المزيد والمزيد. نتيجة تغيرت، 35 الهكسوس، 75 العراب. تكنولوجيا، والسؤال هو يقع المقر الرئيسي لشركة الإلكترونيات AMD في إحدى الولايات الأمريكية، فما هي؟ اتأسست 1969 كشركة ناشئة ومشهورة بتصنيع معالجات الكمبيوتر اللي هي البروسيسرز. أحمد أبو حسين إجابتك؟ نيويورك. نيويورك طبعاً إجابة خاطئة. إيراداتها 23 مليار و600 مليون دولار أمريكي. مريم إجابتك؟ كاليفورنيا. كاليفورنيا بعشر نقاط، إجابة صحيحة. عشر نقاط، النتيجة اتغيرت، 85 العراب، 35 الهكسوس. السؤال اللي جاي قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 5 في 9 في 80 زائد 15 يساوي كام؟ 5 في 9 في 80 زائد 15. مصطفى محمود إجابتك؟ 3215. هارد لك. إجابة خاطئة. نيفين 300. لا غلط، خلاص. أما دام قلت 300 يبقى غلط، هي 3615. نيفين هارد لك، إجابة خاطئة. هارد لك يا مصطفى. النتيجة في نهاية الفقرة: العراب 85، الهكسوس 35. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، فقرة الفنون، 6 أسئلة: صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. عبد الله، أول سؤال. أيوة صح كده، هتشوف صورة وتقول لي يا صورة مين. صورة وشخصية، والسؤال هو من هي الفنانة في الصورة؟ ميرفت أمين. طبعاً ميرفت أمين، برافو عليك، اتفرجت لها على إيه؟ سراء المرجان على المرجان كده، مرجان أحمد مرجان. أيوه. عبد الله، إجابة صحيحة. وردة العبقرة، صورة وشخصية، والسؤال هو من هو الفنان الراحل في الصورة؟ سعيد صالح. سعيد صالح، قولي لي شفتيه ايه؟ عليه على مسرحياته في عيال كبرت و مدرسة المشاغبين. ومدرسة المشاغبين واتفرجت عليه برضو. وسلام يا صاحبي، فيلم الكاري. وسلام يا صاحبي، فيلم سلام يا صاحبي مع عادل امام. سعيد صالح طبعا، اجابه صحيحه. برافو عليك يا رحمه، شكرا يا عبد الله، وشكرا لرحمه.
وطبعا شكرا لمحمد جمال وعمرو عصام. عمرو عصام ومحمد جمال. النتيجه اتغيرت، العراب 95 45 الهكسوس. سينما ومسرح والسؤال هو من هي الفنانه التي قامت بدور مي في فيلم احلام حقيقيه؟ احمد ابو حسين، حنان ترك. بص لو استنيت كنت قلت لك ان حنان ترك في الفيلم. حنان ترك وخالد صالح وفتحي عبد الوهاب وماجدة الخطيب واحمد كمال. احمد ابو حسين. هارد لك، اجابه خاطئه. من تاليف محمد دياب واخراج محمد جمعه. مؤمن مصطفى مين؟ منى زكي. مؤمن مصطفى، اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه داليا البحيري. السؤال اللي جاي اغاني موسيقى، والسؤال هو من هو الفنان الذي غنى تتر مسلسل وبيننا معاد؟ شيماء. عمرو دياب. عمرو دياب. الاغنيه شيماء. اجابه خاطئه. وبيننا معاد دي اغنيه لعمرو دياب فعلا، اللي هي قصاد عيني. ايوه. مؤمن مصطفى. مدحت صالح طبعا. طبعا اجابه صحيحه. تتر من كلمات سلطان صلاح. ايوه كده. والحان وتوزيع خالد عز. 105 العراب، 45 الهكسوس. لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة يقع متحف شعر البنات؟ بص بقى، المتحف ده تأسس 1979، أسسه صانع الفخار شيخ جليب. متحف فيه 16,000 خصلة شعر، شعر بنات وستات من مختلف دول العالم. أحمد أبو حسين، إجابتك. تركيا. طبعاً تركيا، إجابة صحيحة. لما بتصبر شوية بتفكر صح يا أحمد أبو حسين. 55 الهكسوس، 105 العراب. السؤال اللي جاي سؤال غلس. أنا بقول لكم عليه سؤال غلس، مع إنه سهل جدا بس غلس. سرعة البديعة، والسؤال هو إذا كان ربع أحد الأرقام يساوي 600 فما هو ثلثه؟ نيفين. 800. صح؟ صح، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، برافو عليك يا نيفين. طب يا نيفين، إيه العدد الكلي؟ 2400. برافو عليك. 10 نقط. 115 العراب، 55 الهكسوس. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 80 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 160,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 340,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. العباقرة قادرون باختلاف، الموسم الثاني، مباراة دمها خفيف وقوية، مباراة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. العراب 115، الهكسوس 55. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لفريق واحد بس، وأول سؤال لعبد الله، والهدف الأول. السؤال الأول، تاريخ
في أي دولة ولد الثوري العالمي تشي جيفارا؟ تشي جيفارا الأرجنتين. الأرجنتين. أنت استعجلت ليه؟ عشان أعرف الإجابة. إجابة صحيحة. هذا في الأول سؤال الأرجنتين وسؤال مش سهل. لما السؤال ده النهاردة كان قدامي قلت لهم السؤال ده صعب، لأن جيفارا معروف بسبب الثورة الكوبية وأحد رموزها وتحرك في بلاد كتير جدا، فناس كتير جدا فاكراه إن هو كوبي مش أرجنتيني. بس أنت شاطر في التاريخ، برافو عليك عبد الله، برافو عليك. ما بعترى إيه؟ ويا روت أنا بس. اتقتل على إيد المخابرات الأمريكية، هدف بلا مقابل رحمة. سؤال التاني، تاريخ، كان ريتشارد قلب الأسد ملكاً لإحدى الدول الأوروبية، فما هي؟ إنجلترا. إنجلترا، برافو عليكي. الهدف الأول. شايف المرة دي لما قلت إنجلترا الكل سقف إزاي؟ معناها إيه؟ كانوا عارفين الإجابة، بس السؤال بتاع جيفارا ما كانوش عارفين الإجابة. برافو عليك يا رحمة. كان ملك لإنجلترا من 1189 ل 1199. نشكر عبد الله ورحمة، رحمة وعبد الله. هدف مقابل هدف. مصطفى محمود، السؤال الثالث، جغرافيا، يقع جبل الجرمق بإحدى دول الشام، فما هي؟ أعلى جبل في الدولة دي ارتفاع 1210 متر. إجابتك؟ فلسطين. فلسطين على استحياء. جدا. في شمال غرب الجليل. الهدف الثاني، فعلا في فلسطين. هدفين مقابل هدف. السؤال اللي جاي أحمد عبد الحكم، السؤال الرابع، جغرافيا، تتصل بحيرة عين زيانة بأحد البحار الرئيسية، فما هو؟ بتتميز بالمياه الصافية ولونها فيروزي، مشهورة بصيد الأسماك وركوب القوارب السريعة. أحمد عبد الحكم، البحر المتوسط. المتوسط. يا تخمينة بصراحة. الهدف الثاني. يا فرحة رحمة بالإجابة الصحيحة، يا فرحتك. هدفين مقابل هدفين. السؤال اللي جاي أحمد أبو حسين، السؤال الخامس، فنون، من هي الفنانة التي قامت بدور مريم في مسلسل هربانة منها؟ بطولة مصطفى خاطر، فادي عبد الغني، من عام سلوسة، ومن إخراج معتز التوني. ياسمين عبد العزيز. ياسمين عبد العزيز. الهدف الثالث، ثلاث أهداف مقابل هدفين. نيفين فؤاد، السؤال السادس، فنون، من هو الفنان الذي قام بدور تامر في مسلسل تامر وشوقية؟ بطولة مي كساب، رجاء الجداوي، لطفي لبيب، انجي وجدان، مين بقى؟ طارق لطفي. لا مش طارق لطفي. كل الناس عارفة الإجابة، بس هو مسلسل قديم قوي. نيفين هارد لك. أنا ماليش في الفنون أصلا. معلش معلش. إجابة خاطئة. الإجابة إيه؟ أحمد الفيشاوي. أحمد الفيشاوي. هارد لك يا نيفين. شيماء، السؤال السابع، حل المسألة الآتية،
20 في 15 ناقص 14 في 5 يساوي كام؟ 20 في 15 ناقص 14 في 5 230. الهدف الرابع. رابع عليك، محتاجة تركيز عالي. مؤمن لو ما جاوبت الصح هادلك ال 25 نقطة طارت. ماشي. السؤال الثامن. حل المسألة الآتية: 16 زائد 19 زائد 18 زائد 12 يساوي كام؟ 65. الهدف الثالث. برافو عليك. لا برافو عليك انك جاوبتها بسرعه. الحقيقه هو سؤال سهل ولكن ما يجاوبش بالسرعه دي. علاء عبد القوي أيوة. لو جاوبت صح الف مبروك، ال 25 نقطه، 55 هتبقى 80. السؤال التاسع. معلومات عامة: ما هي اللغة الرسمية في دولة هايتي بجانب الهايتية؟ هايتي استقلت 1804. ثانية. دوس. خلاص. علاء إجابتك كانت إيه؟ الفرنسية. علاء للأسف الشديد إجابتك صح ولكن ما دستش على البصر، هي فعلا اللغة الفرنسية. أنا عرفت دلوقتي ليه أحمد أبو حسين بيخطف منك البصر، عشان أنت ما بتحبش تدوس على البصر. لا بحب أدوس عليه والله. ستأخرت. أرضك. مريم عمر لو إجابتك صح اتعادلتي، لو إجابتك غلط فريق الهكسوس هيكسب ال 25 نقطة. سؤال عاشر. معلومات عامة: ما هو نظام الحكم في دولة بابوا غينيا الجديدة؟ مساحتها 460 ألف كيلومتر مربع، عدد سكانها حوالي 10 مليون نسمة. مريم إجابتك؟ ملكي. مريم عمر ملكي. هدف الرابع. لا وعلاء بيسقفني وبيحييكي ومبسوط انك جاوبتي بغض النظر انك انت ضيعت عليه 25 نقطة، ولكن هو مبسوط ان انت جاوبتي. والله روحك حلوة جدا يا علاء. اكيد طبعا. دلوقتي عندنا سؤال واحد ب 25 نقطة يعتمد على السرعة ليكم انتوا التمانية. الهدف الذهبي. علوم: ما هو الكائن الذي يمتلك أعلى صوت على وجه الأرض؟ كائن بحري. الحوت الأزرق. الحوت. الحوت. أحمد أبو حسين الهدف الذهبي. بيطلق ذبذبة بتصل إلى 230 ديسيبل، خاصة حوت العنبر والحوت الأزرق. برافو عليك يا أحمد. صرخة البشر من 80 ل 120 ديسيبل، فمتخيل الفرق؟ 80 الهكسوس، 115 العرام. الهكسوس رجعتوا تاني في المباراة. مستوى الفريقين النهاردة أحسن بكتير من الماتشات اللي فاتت. الإكسوس رجعوا تاني في المباراة وخطفوا 25 نقطة لهدف الذهبي. المباراة لسه في الملعب ولكن أنا عجبني الروح. الاتنين ودعوا البطولة ولكن الاتنين روحهم حلوة جدا في الاستوديو. عشان كده لما قلت إن الحظ ما كانش حالفهم كان فعلا عندي حق. السؤال الأخير كان سؤال مهم والحمد لله جابتها صحيح.
الجولدن جول كنت عارفاها بس هو سبقني وداس، بس الحمد لله على كل حال. خلينا نشوف عجلة الحظ هيبقى رأيها ايه، وهنقول مبروك لمين، وهنقول أرضك لمين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 25 نقطة في فقرة ضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 50,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 390,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثاني، مباراة جميلة جدا في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة. العراب متقدمين 115 نقطة، الهكسوس رجعوا تاني في المباراة ومعاهم 80 نقطة. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. ودلوقتي مع اول سؤال في عجله الحظ، عبد الله اتفضل. يا عبد الله هنشوف عبد الله والسؤال الاول وموضوع السؤال ايه. لفه كامله يا عبد الله، شكرا يا عبد الله، اتفضل مكانك. علم، سؤال في العلم، يا ترى السؤال ب 20 نقطه ولا ب 30؟ لا ب 20. علم، والسؤال هو جغرافيا. في أي دولة اسكندنافية تقع أكبر حديقة وطنية في العالم من حيث المساحة؟ مساحتها حوالي 972,000 كيلومتر مربع، قريبة من مساحة مصر. الشيماء، سويد. المساحة دي مش في السويد أكيد. إجابة خاطئة. مين اللي هيجاوب؟ مؤمن. دنمارك. الدنمارك طبعا. جرينلاند بتتبع ايه؟ دنمارك. اجابه صحيحه. حديقه شمال شرق جرينلاند الوطنيه. النتيجه اتغيرت، 135 العراب، 80 الهكسوس. السؤال الثاني، رحمه. رحمه خالد اتفضلي. اتفضلي يا رحمة، هنشوف رحمة والسؤال الثاني لفريق العراب وموضوع السؤال ايه. يلا يا رحمة. سويتش. سويتش معناها فريق الهكسوس، هو اللي هيختار موضوع السؤال لفريق العراب. تحبوا يتسألوا في ايه؟ فنون. 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 سؤال في الفنون. سؤال ب 20 نقطة ولا 30 نقطة؟ ب 20 نقطة. فنون، والسؤال هو جبال ما بيتلاقوا، هي أغنية المطرب عربي، فمن هو؟ كلمات وألحان صلاح الكردي، وتوزيع ناصر الأسعد. جبال ما بيتلاقوا. مؤمن. كاظم الساهر. كاظم الساهر طبعاً. إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. مطرب لبناني. أحمد أبو حسين. وائل جسار. وائل جسار طبعاً. إجابة صحيحة. رجعت السؤال اللي فات. أيوة الحمد لله. تمام. 20 نقطة. النتيجة 100 الهكسوس، 135 العراب. الهكسوس لو السؤال اللي جاي طار منكو المباراة اتحسنت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السؤال الثالث، بسمة فوزي اتفضلي يا بسمة. هنشوف بسمة فوزي والسؤال الثالث وموضوع السؤال ايه. علم تاني. يوه خلاص انا كنت 30. السؤال ب 20 نقطة ولا ب 30 نقطة؟ يلا كده خربان خربان.
سؤال ب 30 نقطة، لو الإجابة صح بقيته 130 إن شاء الله، لو الإجابة غلط أرضك. المباراة طارت. علم، والسؤال هو تاريخ، من هو رئيس مجلس النواب المصري الذي تم اغتياله عام 1990؟ اتولى المنصب من 1984 لحد اغتياله 1990. كان متصدي للخصخصة لدرجة ان في مرة قال لوزير السياحة اليوم هنسمح ببيع الفنادق، بكرة نسمح ببيع المصانع والشركات والمستشفيات. احمد ابو حسين اجابتك. عبد الله محجوب. لا، قربت. هاردلك هاردلك يا احمد ابو حسين. للاسف الشديد اجابه خاطئه. يقال ان اللي اغتالته جماعه ارهابيه. رفعت المحجوب. رفعت المحجوب اجابه صحيحه. برافو عليك يا احمد. الراحل رفعت المحجوب هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أحمد. 30 نقطة. 165 العراب، 100 الهكسوس. العراب أنا قلت لكم أنتوا كنتوا محتاجين شوية تركيز لأن أنتوا فريق كويس، ولكن هاردلك كسبتوا وودعتوا البطولة. هاردلك. السؤال الرابع والأخير، محمد محمود. تفضل يا محمد. هنشوف محمد محمود والسؤال الرابع والأخير وموضوع السؤال إيه. الحظ لما يحب يبتسم في الآخر. سؤال في القدرات الذهنية. سؤال بـ20 نقطة ولا بـ30 نقطة؟ 30. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل مسألة الآتية: 19 زائد 18 في 5 ناقص 99 يساوي كام؟ 19 زائد 18 في 5 ناقص 99 ينفين يساوي كام؟ 29. 29 إجابة خاطئة. استعجلت ليه ينفين؟ في إجابة؟ أحمد أبو حسين. 86. 86 إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 10. هاردلك فريق الهكسوس، وهاردلك فريق العراب. هاردلك إن أنتوا الاثنين ودعتوا البطولة، ولكن ألف مبروك لفريق العراب، كسبتوا 3 نقاط بتوع ماتش النهارده. نحيي كلنا فريق الهكسوس وفريق العراب. أفضل لاعب في ماتش النهارده أحمد أبو حسين بـ 75 نقطة. برافو يا أحمد. ترتيب المجموعة التالتة بعد ماتش النهارده: الهنود الحمر في الصدارة 6 نقاط، 335 نقطة إجابات صحيحة. بيكاسو في المركز الثاني 6 نقاط، 295 نقطة إجابات صحيحة. العراب في المركز الثالث 3 نقاط و400 نقطة إجابات صحيحة. الهكسوس في المركز الرابع مفيش نقاط و355 نقطة إجابات صحيحة. فريق الهكسوس وفريق العراب بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا يا باشا. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف في حلقة النهاردة 265 نقطة، وكل نقطة بـ 2000 جنيه بما يساوي 530 ألف جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 10,650,000 ألف جنيه من البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. طبعاً هتوحشونا. حضرتك هتوحشنا طبعا. كان موسم حلو بوجودكم معانا،
وبإذن الله هنشوفكم مرة تانية فريق لكسوس وفريق العراب وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. هذا البرنامج برعاية